النهاردة إن شاء الله هنستعرض معاكم العربية البورش المكان التي الجديدة، طبعا المفتاح على شكل البورش، شايفين حاجة تحفة بصراحة. ده شكل المفتاح لوحده كده، تمام، يعني ياخد المفتاح مش مشكلة اركب العربية وامشي. بسم الله ما شاء الله، طبعا مش محتاجة كلام كتير، كل ما تتمناه في العربية. المفتاح طبعا بيركب الناحية دي، طبعا ايه الجمال والاناقة والشياكة دي، ايه الحلاوة دي، لا تحفة.